مشاهدينا معانا ضيف ما ادري انا الحلقه هذه ما ادري فيه متوتر ان شاء الله يا رب يعني الحين اوترهم انا ما عاد اعرف اتكلم حتى مساء الخير مساء الورد هلا حبيبي كيف حالك الله يسعدك الحمد لله كريم. طارق محمد حياك الله طارق يا حي الله طارق انا فاهم الفكره نعم تفضل طيب الحين بعطيك موقف نعم وانا وياك اشوف الحل تفضل حل وسط ان شاء الله يرضي الطرفين إن شاء الله. طيب انت مداوم متاخر نعم. رايح دوم متاخر وانت وصلت وتبي تلحق على البصمه وقفت مكان مدير العام نعم تمام وطلعت جالس على مكتبك انت جالس على مكتب كذا وتخلص شغلات متاخر وانت متقروش وما منت رايق نعم. دق مدير العام نعم ايش بتسوي برد عليه على طول حلو ايش بتقول له تفضل امرني ايش تبغى على طول حلو ايوه هذا فاز عليه هذا اول واحد يفوز عليه فيها حلو نعم دق عليك قال لك خلص لي شغله في الشركه او في المكتب خلص لي شغله لين اجي هو جاي في الطريق نعم وانت واقف مكانه في المواقف نعم. تمام نعم. قفلت مدير عام شو راح تسوي بعدها اول شيء انزل اشيل السياره اركب مكان ثاني حلو وبعدين اطلع اعمل لي الشغله اللي ابيها على طول وانت نازل وصلت للسياره لقيتها حاطني عليها أوه. كلبوش نعم كذا مشكلة والله كذا مشكلة عويصة كذا مشكلة وهو طالب منك شغلة اه والله وين سيارتك الحين والله تشوف حق الصيانة اللي في الشركة طبعاً. تخليه يفك العجل اي طبعا هو ما درى ايوه ما درى انك واقف هو جاي نعم طيب في الطريق تشوف حق الصيانة في الشركة تخليه يفك العجل وتدبر الامور تشيل السيارة من المكان يعني بتشوف اي واحد يفك لك عجل لان عليها مخالفة هي ايوه عليها مخالفة سجل مخالفة ايوه بيفكها شوف حظك عاد شوف حظك تفضل وانت راجع بالسيارة ادي المدير اوه والله كذا والله يجعلك تطلع من الموقف اللهم ان شاء الله يا رب ولا المشاهدين اللهم امين المواقف هذه اذا وقفت عارف ما توقف ها ايوه نعم طبعا هنا تعتذر من المدير وتكون معاه صريح وتمشي دغري وما في بعد الصدق وحبل الكذب قصير اخوي اكيد ايوه هذا الصح اكيد نعم طيب يعني هذا الحل ايوه يعني ما بتحاول تتهرب وانك تدعس يمكن ما يعرف سيارتك ولا لا ابدا وقف وتكلم معه نعم اكيد كل قوه نعم والرزق على الله يلا ما مشكله قدم سي فيك وان شاء الله بنشوف احنا والله ان شاء الله ابشر يا حبيبي ابشر يا حبيبي شرفني الله يسعد طارق سعدك الله يسعد شكرا لك الله يحفظك يعافيك يا حبيبي شفت ضيفنا صادق مع نفسه يعني جاء مديرك شافك واقف ما يمديك تهرب يعني وين بتروح واقف في مكان مدير تراجع توهق مسكين ولكن دائما صادق مع مديره فصدقوني بتنحل معه يمكن يرقيه لكن ما مشكله بخليه يسجل السي في عندي احتياطا نشوف ضيف جديد ايش رايكم يلا